مالك يا نجم؟ تمام، الحمد لله الحمد لله. والله والله يا نجم ده انا قالب الدنيا على السوشيال ميديا ومنزل حاجات الحمد قد لله كده. الحمد لله الحمد لله. والله انت عم حسين، احسن احسن يا نجم. الحمد لله تمام قوي يا جماعه. والله طب ايه اللي حصل يا حبيب قلبي؟ والله مره واحده بزعق كده حسين، رحت واقع على دماغي. واصلا فقدت توازنك يعني؟ ايه، فقدت توازنك يعني ولا ايه؟ فيش، عملت لي كده زي شبي كده، زي عمل لي زي شبي جلطه كده، والحمد لله ما ده الحمد الشر لله. عليك. ده الناس على فكرة مش مبطل تليفونات، ده لعيبة الزمالك بيكلموني دلوقتي، احمد دودار بيكلمني النجم، فانا حاطط على الحالة عندي على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال، في ايه مش في ايه، فاهم؟ في ناس كتير ما تعرفش، فتلاقي ده حب ناس، فاهم قصدي؟ حب ناس كبير قوي قوي قوي. كلمت حمادة برضو في النقابة، قال لي لا تمام مش في حاجة. تمام الحمد لله. والله حسين هل شاكر بكلمكش؟ بكلمني والله، وكلمني حمد في كله، كلموني بالليل والله ربنا الحمد يطمنا لله. عليك يا رب. وبنت كلمت بنتك بالليل انا والله. انا لقيتك طالبني والله، قالت لي مريم، مريم قالت لي والله. والله قلت طمن، انت حبيبي واخويا وصاحبي ربنا يا رب. رب ربنا يرضيك يا صاحبي. هتخرج بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله. ماشي يا حبيبي، الف سلامة على ماشي، الروح. الله اتفضل يا يرضيك يا نجم، حسين سلامتك يا حبيبي. حبيبي، اتفضل 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 عم حسين، اتفضل، اتفضل مع يا السلامة. اتفضل.